يا شباب شدوا حيلكم معاي بالأذكار الصوفية والشيخ رمضان الفياضية من أقطاب الصوفية في التكة الرفاعية الصوفية للسيد يوسف السيد هاشم الرفاعية يناديكم لإنجاز الأذكار والصلوات النبوية. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم الأحد الموافق شهر جميل، شهر شعبان، 1 شعبان 1445، الموافق 11 يناير، شهري أنا 2024. والأذكار معروفة للسادة الصوفية، يا رب مدروسة. أول ورد يا الله، والورد الثاني يا حي يا قيوم، والورد الثالث لأبو حامد الغزالي صاحب كتاب الإحياء العلوم الدين، كتاب إحياء علوم الدين، والد سيد الساجم سيد أحمد الرفاع الوزير النائب شيخ الطريقة الرفاع الصوفية، احنا بتكيت الرفاع الصوفية منطقة الشام الكويتي، كان ديوان المنصورية، يقول إن من لم يقرأ الإحياء فليس بحي. والورد اللي له اليوم يوم الأحد: الحي القيوم، 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 الحي القيوم. أبو عبد الله الشطي آخر واحد أخذ الطريقة الرفاعية الصوفية من الوالد سيد يوسف الرفاعي، وكان هو على الفراش. إن شاء الله تلتزمت عمي. أوه الحمد لله. يعني ماذا استفدت من الطريق؟ ليس لمن سبق الطريق لمن صدق. أنا استفدت كل شيء طيب الحمد لله، وإمامي مسجد هو، وفلوس أوزعها الحمد لله ما شاء الله عليه، عندي يا رب يا رب. هل في أحد بلغت الطريق الرفاع الصوفية؟ نعم الحمد لله، الحمد لله. أنا آخر واحد حطيتني بدين السيد رحمة الله عليه، يا رب قدس الله سره. شوف اللي بجيبي أقطه الحمد لله، لكن اليوم أنا 15,000 دينار كانوا عندي كذي، نثرتهم على الفطارة. الله ما ختويني ما شاء الله. وين؟ في اي بلاد؟ لا لا هني بالكويت، بس هال محتاجين. الله اللي اشوفه ظروفه صعبه، عرفت يعني؟ مثلا اللي ما عنده كذا، ذاك اليوم انا شاري سياره حق واحد. الله اخذت شنو؟ اخذت جيب هذا شو اسمه اللي شفته ابو البرادو، ايوه اخذت له 2014. تفضل هذا هديه مني. قام يبكي، جزاك الله خير. بس قلت له اصدقني، إذا عندك فلوس زين يا رب، إذا عندك يا حي القيوم، إذا عندك الحي القيوم، الحي القيوم، صح صح. كان يقول ما عندي يا حي يا قيوم، جيكت عليه بالبنوك ما عنده شيء، جيكت عليه في كل مكان يا حي يا قيوم، فطلع مسكين. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا الله يا حي يا قيوم. نعم رضمت هذا، رضمت شو اسمها؟ اي والله، الحي القيوم، الحي القيوم، الحي القيوم، الحي القيوم، يا حي يا قيوم، يا حي. اي والله يا الله يا الله يا الله يا الله. الله بها يثبت الايمان، بها يحصل الأمان، كرر أيها الإنسان لا إله إلا الله، تكرارها ما أحلى ما أبهاه ما أعلى، تدني العبد من مولاه لا إله إلا الله، خير الخلق عند الله صاحب العز والخاتم محمد رسول الله. مدد يا أساد يا أساد يا صوفية، غيثوني بنظرة نساء ورجال.